ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سمو حسين، أيه وهذا؟ بخير؟ الله يبارك فيك، الحمد لله. شكون معايا؟ سي ابراهيم، سي ابراهيم، السوق عطاوني الناس من المرا ديالك، كيشكرك بزاف. أيوة بغيتك تقلي لي واحد الوليد، الله يرحم ليك الوالدين، أيه، مرحبا. شنو المستوى عنده؟ كيقرا في الاولى اعدادي. يقرا في الأولى إعدادي في السبعة. اييه، كيفاش بغى يدير الدعم؟ كيفاش من مادة؟ بغيتك الله يرحم باك ترجعوا لي طيارة في الفرنسية. بغى يدير الدعم في اللغة الفرنسية، أيه، ولكن كيفاش هاد الطيارة؟ يعني راك عارف، بعدا خصني نشوف الوالد ونشوف المستوى ديالو، وداك الشيء تيجي شوية بشوية. ما كايناش شي حاجة سميتها طيارة، ماشي حريرة غادي يشربها ولا شي حاجة. راه اللغة كتشد الوقت باش يتعلم ليها الواحد. انا بغيتك تطلع فيه وتقري ليا مزيان، فتولي عندي، فهمتيني؟ وشوف دابا، انا الدري راه خصني نجلس معاه ونشوف المستوى تاعو. شي تري لا بدا يهضر لي انا بالفرنسية، هذيك هي الثنية انا وما فيها عندي. ودابا انا اللي بغيت نعرف علاش زعما بالضبط انسيستي على الفرنسي. يقدر يدير استوايا زعما في بزاف تاع المواد اللي كان عنده الضوء في يدير زعما في الفرنسي وفي مواد اخرى. علاش بالضبط انت ركزتي على اللغه الفرنسيه؟ انا ما نكذبش عليك، نجيك الصراحة، انا دابا كنبيع ونشري في السوق داكشي ديال الجلد، ديالاش؟ ديال الجلد، ديال الجلد. ايوه، دابا كتجيني بيني وبينك الحقرة، كنبقى نشوف واحد السي عباس حدايا عنده واحد ولده، اش كيدير الفرنسية، اش كيدير الفرنسية السي محسن. انا ايوه داك السطل ديال عدد ديال ولدي هاد راس القنبري، قلت كنقول ما ليه تسبش الدري، الله يهديك، لا تسبش الدري. وكنقول ليه هضر مع الكوارف، داك الشيء اللي كيقريوك كيبقى مغلق فيا عينيه، ودابا انت ولدك علاش بغيتي يقرا الفرنسي؟ يبدا يهضر ليا مع الكوار. واش السي عباس اللي بيه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لا دابا انت بغيتي ولدك يقرا الفرنسي باش تديه معاك لمحل. على ود السي عباس، دابا باش نشرح لك، السي عباس تيجي كيلقاني انا جالس ياك، كيجيو ايوه عندي الكوار، كنقول له اولدي الله يهديك انت، شوف هضر ليا مع الناس، كيبقى واحد فهمتيني. السي عباس كيبقى حاضر بحال هاد الحظيات هادو، كيولي هو كيبيع وانا كنولي ضايع، ما بيع ما والو، هاد راس القنبري كيبقى يشوف فيهم يا ما في هاد العالم، وانا كنبقى نخسر عليه وكنعلفه. كيفاش كتعلف وراه ولدك هذا؟ واش انت جايبو من الزريبه تقول لي كنعلفو؟ الله يهديك الشريف، اش كتقول؟ وانت لكن تبي تقرر الفرنسي باش تديه للمحل؟ واي بلاش، عباد الله راك يقراو باش يدخلوا للمدارس باش يتعلموا باش ياخذوا وظائف، انت باغي تقرر الفرنسي باش ترجعوا للمحل حيت السيد بس ولدو كيهضر بالفرنسي. غادي نطلع فيك، نعطيك 150 درهم في الساعة. واش من 150 درهم ولا واش انت الولد تقول لي باغي تقري باش تديه للمحل؟ راه ما نقريش لك انا الدري، لكن انت بغيتي تديه للمحل. واش تكون جيتيني الولد باغي يتعلم انا نقري لك فابور، وملي تقول لي دابا انت بغيتي تقري الولد باش تديه للمحل ضد كريف؟ ما غاديش نقري لك انا الولد. واي واحد ديتي عنده قلتي لي بغيت انا الولد يولي يعرف فيها فرنسا في شهر، او اخي كنت يسحر، راه ما غاديش يجي لك هذا التخربيق. انت اللي بغيتي راك كتخربق الشريف. اخويا والله الا داك السي عباس كيجيب ولده حتى لا هو حول ولا وكي قوة الا كي بالله فهمتيني، العلي العظيم. كيبدا يجبد الكتوبه، بس ولا وكيبدا يحفظ فسميته في تما في الدار، والشريف تيبدا يحفظ والشريف في الحانوت. اسمع، والشريف، كيحفظ في انا باقي الحانوت تقول لي انا السي عباس، انا السي عباس راه ما بيش نسمع سميتو، لا باقيش تقول لي السي عباس. ونقول لك كيحفظ في الحانوت، ولدي انا كيبقى يشوف فيه في اللي غاديه واللي جايه في السوق، وهذا راس التنبير هذا الله ما بغى يقرا ليا، ما بغى واول الساب باس والشريف والكتب ديالو. وقهرتيني بالسي عباس، وقهرتيني بالسي عباس، انا كرهت هذا السي عباس هذا كاع. تعرف ولدك اش بغيت تشتي السي عباس ولا السي الزعتر؟ اش دار لك انت هذا السي عباس هذا هو ولده؟ ودابا انت راه اللي بغي يحمقني كتقري ولدك ضد طفول السي عباس. اش هذا التخربيق هذا؟ اش هذا التخربيق؟ اش هذا الشيء هذا؟ كرهتونا كاع في هذا الشيء، قسما بالله الا كرهتونا في هذا الشيء. والسي عباس يبيع ويشري وانا لا، لا حول ولا قوة الا بالله. لا انت لا السي عباس لا هذا الشيء هذا كامل كاع. انا قلت لك انا هذا السي عباس اللي بغيتي تهضر معايا هضر معايا في ولدك. السي عباس ما تهضرش معايا فيه، اما كنعرفوش انا هذا السي عباس، ما تعصبنيش. الورقه ديال الدواء ملي كتمرض امه ما كيعرفش يقرا عليا. واش دابا انا لك انا الفرماسي انا تسدين دخلنا عليك بالله؟ واش انت الولد السي عباس هو اللي قرا عليا؟ لا واش ما حول سي ولا منكر قوة هذا؟ إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن الله. لا جاوبتك بالله، والله سيدي لا باقي جاوبتك، لأن أنت لا تسعد. السلام عليكم. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.